بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هيسا أمل من قناة جرافيك زينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح أوامر 3D أوتوكاد، والنهاردة هتكلم عن أمر سيرفيس لوفت. أنا عندي في المينيو بار في سيرفيس وفي لوفت. أنا شرحت قبل كده لوفت بالنسبة للسوليد، هشرحها النهاردة للسيرفيس. أنا عندي 3 رسومات أنا رسماهم وهعمل لوفت لكل واحدة فيهم. أول حاجة عندي الدايرتين دول، أنا عايزة أعمل لوفت ما بين الدايرتين دول. هروح على لوفت وادوس على الدايره الاولانيه، وبعدين الدايره الثانيه اللي هي فوق، وادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين انتر. عمل لي سيرفيس زي ما احنا شايفين، اهو شايفين بالشكل ده، وهو عمل لي سيرفيس ما بين دايرتين. طيب انا لو رسمه خطوط اس بي لاين زي ما احنا شايفين كده، الخطوط دي انا رسماها في التوب، وعايزه اعمل لوفت ما بين الخطين دول، اعمل ايه؟ هروح على لوفت بالشكل ده كده، واختار الخط الاولاني، او اختار الخط ده زي ما انا عايزه، بختار الاولاني وبعدين اختار التاني، عمل سيرفس ما بينهم زي ما احنا شايفين. طيب لو دوست بيمين ماوس انتر هيظهر لي هنا في سهم، شايفين السهم ده؟ لو انا دوست عليه بالشكل ده كده، ممكن ان انا اغير فيه السيرفس اللي اتعمل، ممكن انا اعمله نورمال، شايفين بيتغير ازاي معايا؟ ولو دوست تاني، انا لسه ما خرجتش من الامر، هدوس تاني كده، هختار مثلا درافت انجل، اتغير بالشكل ده كده، هختار تاني واحدة، شايفين؟ كل ما بختار واحدة من دول بيتغير لي شكل السيرفس زي ما احنا شايفين كده، اهو بالشكل ده كده. انا ممكن اغيره عن طريق السهم ده، عايزة ارجع تاني باجي اقول له ريلود بيرجع لي تاني، عايزة اغيره حاجة تانية اهو. تمام، خلصت خالص، باجي ادوس بيمين الماوس انتر، يبقى انا اول ما بعمله ممكن ان انا اغير فيه عن طريق السهم اللي بيظهر. طيب بعد كده انا عايزه اعمل لوفت على الباص، هروح على لوفت بالشكل ده، واختار اول دايره وتاني دايره، عمله لي زي ما شايفين، شايفين لوفت عمله بالشكل ده كده بميل. طب انا عايزه اعمل على الباص ده، هدوس بيمين الماوس وبعدين هقول له انتر، هيظهر لي بقى هنا في جايدز وبعدين باص، اهي هدوس عليها واختار الباص، عمل لي سيرفس على باص بالشكل ده كده. لو انا جيت لفيته اهو بالشكل ده، يبقى احنا اتعلمنا النهارده امر سيرفس لوفت في برنامج الاوتوكاد. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.